دخل لقلب شريحة كتير كبيرة من الشباب بالوطن العربي وحققت أغاني مشاهدات عالية وأصداء رائعة. فريق زي كونكت بالعربي التقى بالأخرس أثناء تواجده بحفلته الأخيرة بدمشق وعملنا معه لقاء مهضوم، خلينا نتابع سوا. والموضوع جدا طويل بس ممكن اختصر لك اياه بشغله، انه ب 2020 بكورونا صار انه خلص زي ما صار مع كل الناس، انا كنت واصل لمرحله معينه بشغلي وكنت عم بشتغل بمكان معين وكنت مدير وخلص يعني اموري تمام وزبطت الحياه، وكان بس ضايل علي شغله واحده اني اتجوز. بس سبحان الله، شوفي مش يعني كل شيء سيء بصير لسبب او كل شيء بالدنيا بصير لسبب. بوقتها اللي صار معي انه نزلت على عمان علشان اشوف اهلي، هيك كانت عندي امي تعبانه بنوجه لها تحيه، فكان المفروض ان انا انزل على عمان. نزلت على عمان وهذا الحكي كان بشهر 2 ب 2020 وتش كان كورونا، فسكرت المطارات ما قدرت ارجع لا على شغلي ولا على بيتي ولا على سيارتي ولا شيء، فما قدرتش حتى اني اخذ اغراضي من هناك، سكرت المطارات كليا. صبروا علي ثلاث شهور بعدين قالوا لي يعطيك العافيه شكرا لك. فهون انا قعدت بالبيت مع اني كنت كثير تعبان حتى وصلت لهذا المكان، كثير تعبت في هذا الموضوع واشتغلت كثير اشياء لاوصل لهذا المكان، فانه كان كثير احباط انه انا لما جيت اوصل خلص وبدي امسك اخسر كل شيء، فكانت صدمه شوي هيك خفيفه او كثير مش خفيفه كثير يعني. بس وقتها خلص انه رجعت لشيء انا كنت زمان بعمله، كنت وانا صغير مثلا ادندن اغني هيك، فتذكرت الموضوع قلت خلص خليني اقعد وما بدي اشتغل وانتهى الموضوع. حتى خبرت اهلي حكيت لهم يا جماعه انا بني ادم فاشل ما بدي اشتغل ما بدي شيء منكم شكرا لكم بدي اقعد بالبيت. بس قعدت بالبيت بلشت الموضوع، كان عباره عن هوايه وكنت عم بمزح بصراحه، ما كنت عم بحكي بالموضوع كثير وما عمريش غنيت قبل هيك فاهمه يعني، ما عمري غنيت قدام حدا، كثير بستحي كثير بخجل اني اغني قدام حدا، يمكن لليوم شوي هيك ها بصير عندي توتر لما اغني. والله كثير بخجل انا من الموضوع هذا. ففجأة لقيت حالي عم بصور فيديوز وهيك، نزلت اول فيديو ثاني فيديو والله حلو الناس عم يعني. اول مره نزلت فيديو على تيك توك كان عليه 3 كومنتس يمكن، كان الفيديو 2 بسبوا واحد بحكي لي مشي كمل الموضوع، يمكن كان سوري حتى اللي حكى شيء كويس انت فاهمه، فعشان هيك انا بحب الشعب السوري يس. فبعديها بلشت بالموضوع انه كنت انا في درج معين يعني كنت اضلني اقعد عليه عشان اكتب الاغاني، فبلشت اكتب من هناك. اشتريت مايك كان كثير يعني الكواليتي تاعته مش كثير، عملت شيء بسيط بكوبمنتس كثير بسيطه ونزلت، وكان الموضوع شوي بالبدايه صعب بس بعدين فجاه لقيت حالي صحيت من النوم لقيت حالي الاخص الحمد لله. شوفي كل شيء سيء بصير مع البني ادم بيطلع بالنهايه انه ربنا خدمك بهاي الشغله، ربنا وجهك على هاي الطريقة حتى أنت يصير معك هيك، والحمد لله الحمد لله إني خسرت شغلي، والحمد لله إني أنا بطلت أصحى الساعة 7 فهمتي كيف؟